كما نعرف جيد البحر فقط هو ما يفصل بين البلدين. هناك تاريخ كروي كبير بين البلدين وتنافس مستمر ولن يتوقف هنا، لكننا راح نكون شاهدين على أحد محطاتها في مباراة اليوم. يمكن يسجل تسديدة ثانية هنا. الله على روعة الهدف، تصريح قوي من اللاعب في أرضية الميدان، هدف يخليه يقدم المزيد في مباراة اليوم، يمنح الفريق ثقة كبيرة، يرفع من المعنويات. حارس المرمى غير محظوظ بالمرة هنا، لأنه بعد الإنقاذ جاءت المتابعة لتقضي على جهوده. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل فرنسا. متأخر في الدقائق الأولى الآن، لديهم فرصة التعويض ولا يزال عندهم المزيد من الوقت. كيليان مبابي لم يقدر على التعامل مع الكرة بشكل جيد تحت هذا الضغط، يلعبها على اليمين، كرة تعود للوسط. الضغط أكيد كان سبب في فقدان الكرة بسهولة، لكن عليهم تقديم المزيد في الملعب حتى لا يتكرر هذا الأمر. أرنولد، إنجلترا نجح في تسجيل هدف مبكر، هدف مقابل لا شيء الآن. أرنولد، ساكا، إنجلترا لديه النسبة الأكبر في الاستحواذ على الكرة اليوم، تشاهده يلعب بشكل جيد، يترجم استحواذه لتفوق حتى الآن. بيلينغهام، بوم بوم بوم، تسديدة في منتهى القوة والروعة، كادت أن تمزق الشباك. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. أوه، يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. جميلة جدا هذه اللمسة، كرة إلى الأمام، ماركي تدخل في الوقت المناسب لإيقاف الهجمة وتحدى انطلاقة هجومية كانت واعدة. هيرنانديز، أدريان رابيو، كانت تبدو واعدة هذه الهجمة لكنه لم يقدر حتى على تجاوز منتصف الملعب. رايس يمد قدمه ويحصل على الكرة. فودين، هاري كين، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى، إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى، كانت محاولة جيدة على المرمى. ساكا، أرنولد يلعبها لمنطقة الخطر، تغيير الملعب ناحية اليمين والتسديد. بوكايو ساكا أخطأ لكنها مرت بسلام. هيرنانديز، تورام، مبابي، تورام، يعلن حكم المباراة إذا نهاية الشوط الأول. صراحة أداء كبير جدا في مباراة اليوم، الأمور على ما هي عليه، سيتمكن الفريق من تسجيل مزيد من الأهداف.
انجلترا يدخل ساكا على تنفيذ الخطأ. لم يتردد الحكم في اتخاذ القرار، يخرج البطاقة الحمراء. هذه هي الدراما والإثارة المطلوبة في كرة القدم. سليبة يلعبها ببراعة. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. فرصة كانت سانحة واتخذ قراره بالتسديد، لكن في النهاية غابت الدقة وراحت الكرة عالية جدا وبعيدة عن الشباك. مطلوب منهم الكثير من الجهد للتعامل مع هذه الحالات ومحاولة خلق خطورة. هاري كين يلعبها كين. هذا ارتياح كبير. ما الذي حدث هنا؟ هاري كين لحسن حظه لم ينجح المهاجم في استغلال الفرصة. انجلترا متقدم بهدفين من الشوط الأول في المباراة. هاري كين، رايس، تريبيير، أرنولد. تمريرة كارثية يا جماعة. كايل ووكر، أرنولد، رايس. لعبة من بعيد، تسديدة من بعيد، وأيضا ذهبت بعيدا عن المرمى. كان ممكن التسديد بشكل أفضل وبدقة، لكن بهذه الوضعية بهذا الشكل أعتقد أنه هو انخطفت الكرة. عرف كيف. الآن خطيرة، يلعبها في المرمى. جول. انتهى كل شيء بهذا الهدف. مباراة انتهت تقريبا في هذه اللحظة. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. تستغرب صراحة هذا الأمر، لا أعرف كيف ترك الدفاع وهم يعلمون جيدا قيمته كلاعب هداف لا يخطأ أمام المرمى. الثانية. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا، 3 أهداف مقابل لا شيء. هيرنانديز. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. تسديدة من أول لمسة. ضاعت فرصة الهدف الرابع. قرر أن يجرب حظه على المرمى في هذه التسديدة، لكنه لم يكن موفقا بالتأكيد. راحت الكرة عالية وبعيدة عن المرمى. رايس، تريبيير، رايس، أرنولد، بيلينغهام، هاري كين، فودين. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. هيرنانديز، هاري كين، تريبيير، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. هاري كين، فرصة للتسديد. تسديدة قوية لكن تفتقد إلى دقة. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة. وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. رايس، أرنولد، تريبيير. فودين، هاري كين، بيلينغهام. ينقذها مينيو. تنطلق الصافرة. تأتي المباراة إذن. الكثير من الأشياء الرائعة في مباراة اليوم. أكثر ما لفت الانتباه اليوم أداء المهاجمين. شيء غير عادي بصراحة في مباراة كبيرة على المستوى الهجومي.
فوز غير عادي اليوم. هذه هي المباريات اللي تستحق الاحتفال بسبب قيمتها، هوية المنافس.